اما هلا رح نروح لمحطتنا التاليه، وبكل طبعا مره بنحكي دائما عن الابداع وعن الشباب المبدع والمواهب والمشاريع الصغيره المهمه اللي دائما بتجسد الابداع السوري. ضمن فقرتنا رح نحكي عن الاخشاب وكيف اتحولت بين ايدي ضيوفنا الى لوحات فنيه مبدعه من خلال تصاميم مختلفه. رح نتعرف كيف دخلت الاعمال الفنيه المعشقه بالصدف بمشروع بدا بموهبه وتحول لمهارة وإتقان. رح نتعرف من خلال أعمالهم مع ضيفنا حسين الراز، مصمم أعمال خشبية بالصدف، ونرمين توجش. أهلا وسهلا فيكم، وسهلا صباحكم. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحكم. وأهلا وسهلا فيكم. جايين معكم قطع خشبية جدا جميلة. رح بلش معك حسين. تفضل. بلشت بالأعمال الخشبية وتطعيم الخشب بالصدف، كيف بلشت الفكرة؟ عندك هواية إلك مراء ولا؟ هلا أنا كنت بصمم تصميم أرمات. أها. تمام، على مكنة ليزر وراوتر. أرمات. أرمات. تمام. فطورنا إنه خلينا هالمكنة والليزر تقص بدال الأليكابوند، هو مادة ألمنيوم، تقص خشب. تمام. وصرنا نتفنن بالخشب اللي هو خشب جوز أو خشب زان. تمام. وطورناها هي يعني بين الغرب والشرق. تمام. هو خشب عربي. تمام. والشقام طورنا الموضوع انه سويناه للشناتي ولصواني شرقيه برسمات شرقيه. تمام. وكملنا فيهم انه ضفنا عليهم شويه صداف ويعني بعض الفنيات الصغيره. حلو. انه دمجنا بين الشرق والغرب. حلوه. ودائما هيك المشاريع هي الصغيره بتميز كل واحد بانه كيف يترك بصمته الخاصة. هون رح احكي نرمين، خلينا نتعرف اكثر على جزئيتك بهذا العمل، وقديش كمان حاولت يكون في لك بصمة الأنثى، بس تدخل باي شيء بيكون لها بصمة مميزة ومختلفة. اكيد ما تزعل، بس لا لا دائما الأنثى لها بصمة خاصة بالاعمال الفنية. هي بصمتنا بالشغل كانت يعني هي لها كثير. احكي لنا عن جزئيتك بالعمل. تمام. هلا نحن استوحينا الافكار تبعيتنا من اناقه الست الدمشقيه القديمه، وطوعنا هذا الشيء ليخدم اناقتها باختيارنا لخشب الجوز، لانه هو بيتمتع بالخفه والجماليه، ويعني انه مشان انه هيك بيعطي جماليه ورونق كثير حلو يعني، عرفتي شلون؟ واضافه لنا نحن طورنا هذا الشيء وجبنا ضفنا للخشب بالبروكار الدمشقي والخط العربي، وحطينا البلكسي. البلكسي هلا جبنا ضفنا شوي للموضه، يعني هلا دارج البلكسي مثل المرايه، هذا مثل اللي معك هيدا. اي تمام، هذا بلكسي. وهون حطينا البروكار الدمشقي. اضافه في عنا الاحرف العربيه، الخط العربي هون، الخط العربي بيعطيك الشنطه كمان. ضفنا على الشنطه لك يكون كامل. رح نشوفهم كلهم واحد واحد، لا تقلقي. بس عم نشوف يمكن يعني سلمى انه كيف نحن عم نحكي عن مثلا هي شنطايه، يعني بنفس الوقت هي تحفه فنيه. يعني في مزج، نحن عم نحكي مثل ما قلنا اذا شفنا هون كمان الصواني، نحن عم نحكي عن هندسات دمشقيه قديمه، يعني في دمج بين المودرن وشيء قديم، وبنفس الوقت انا فيني اخذها شنطه وفيني احطها بالبيت صمديه. يعني الاثنين مع البروكار يعني جامعين اكثر من قصه. خلينا نحكي عن هذا الدمج، يعني لانه نحن عم نشوف الاونه الاخيره في كثير شغل اعمال يدويه، في كثير ورشات عم يشتغلوا. هون بيكون التميز لتكوني انت مختلفه عن غيرك من المصممين. الاختلاف انه مشان ما تضل القصه كثير انه هيك جامده، فحبينا نضيف لها شوي هيك لمسه انوثه، لمسه الخط العربي والبلكسي. عرفتي شلون؟ هلا هدول مثل هدول الشنطات اللي عم تحكي عليهم عن سنين، في هذيك الشنطه زكاتك هي عليها خط عربي. تمام. هلا هذا خشب جوز. تمام. وحطينا عليها حرف عربي من حرف النون، فهي الاضافه قصاد هي لإلي. تمام. فحطينا بحرف النون على هذا، يعني حطينا الخط العربي على شيء شرق، على شيء غربي. فيعني هون صار في تميز بالموضوع. عرفتي علي؟ هون صار في تميز بالموضوع. طيب خلينا نحكي كمان عن الصواني التقديم. تمام. يعني كل ست بيت بتحب يكون عندها شيء مختلف، شيء ثقيل بتطلعوا بالمناسبات معينه، بالاعياد، بشيء معين. وانا شايفه الخامه وحتى الطريقه، يعني يمكن الازاز بنخاف ينكسر. تمام. فانتوا عاملين لوح بلكسي، اذا فينا نقول هو بلاستيك مقوى. بلاستيك مقوى وهو بينشال وبينحط مشان التنظيف، يمكن تماما سهوله تماما. التنظيف. مزبوط. تمام. خلينا نحكي شوي اكثر عن هذا التصميم، خصوصا مدخلين فيه كمان الصدف. تمام. هلا الغرب كثير 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 بيحبوا الشيء نحن الشرقي اللي هن اللي بيفتقدوا. تمام. فنحن سوينا الصينيه، هي عباره عن خشب زان. تمام. ضفنا عليه الصدف وضفنا عليه هذا الخط العربي. هي الرسمات العربيه والفاطميه القديمه. تمام.
فضفنا اليها كمان الصدف. هلا برا كتير كتير هدول القصص عم بيرغبوها بشكل فظيع. صحيح بشكل يعني نحن موجودين عندنا، هيك كان في محاولة لتهريب الايادي، نحن موجودين عندنا وما لنا منتبهين لها لانه موجود عندنا، اما هن برا كتير بيفتقدوا لها وكثير بيحبوا هيك قصص. صحيح، لانه يعني حاولوا بأشد الوسائل فنحن في الكار ياخذوهم. صحيح، فنحن وصلنا له الفكره تبعنا انه كان هيك شيء صغير لبرا، وفضل الله يعني مشروعنا صغير وبلش يكبر. يعني كثير حلوين حتى الصواني، بدنا نحكي ذوق الزبون قديش بيفرق معك. يعني بتقعدوا لما تقول الصبيه او حدا بده قطعه فنيه بيقول لك انه انا حابب قطعه مختلفه، بتاخذوا برايه ولا بيصير مزج طبعاً بين الافكار؟ طبعا ناخذ رايه وبنقترح عليه كمان نحن نظرتنا لهالقطعه وافكارنا، وبالنهايه شو هو حابب نحن بننفذ له، ما بنفرض عليه، بس بنعطيه فكره انه ممكن تكون هيك احلى، ممكن نضيف لك اذا بدك حرف او اسم او خطوط عربيه او احرف شو ما بدك، بس انه هيك بتضل هيك احلى هيك، يعني المهم نضيف لمستنا نحن عليها. اكيد. وهون بدي احكي سؤال، يعني هذا جزء من هي الاعمال بيدخل فيها الشيء اليدوي المحط تماما 100%، وفي جزء بيكون آلي إذا فينا نقول. طبعاً في آلي. قديش حرصتوا إنه يكون اليدوي أكثر من الآلي، يعني أكثر من تدخل الآلي بالموضوع لحتى تحافظوا على نحن منتجات يدوية بالنهاية؟ لا، بالشكل العام الخشب أنت بدك تلينيه، بدك يعني بدك تحفيه وتساويه وحتى إنك تصبيه للون الطبيعي تبعه. هلا وقت تيجي مثل ما عم تقولي إجباري الآلي بدها تدخل فيها ببعض المراحل، بس أما يدوياً يعني هذا كتير آكل شغل يدوي. هذا التصديف كتير آكل يدوي، يعني هي الصينية مثلاً تعدد 3-4 أيام بس تصديف. غير انه عندك لك قديش بتاخذ القطعة الشغل، يعني بتمر يعني بعدة مراحل شي اسبوع. يعني انت عم تتقني بالنهاية، انت عم تتقني قصة غريبة وصعبة لتصير، عم بتساويها وتنفذيها على خشب. اما هلا فيكي مثلا على القماش فيكي تطبعي، فيكي تسوي اي شيء، اما على الخشب كثير صعب طبعا. فهي بتاخذ وقت بين صباغ وبين الوان وبين التصديف وبين القص وبين الجمع، يعني مرحله كبيره. كان في صعوبه بالبدايه؟ ايه يعني هلا نحن بنشوفها ايه صيني ايه اوكي، يعني انه يلا يوم، يعني يوم واحد بتطلع. اكيد اسبوع لاسبوع طبعا. هلا وقت الزبون مثل ما عم تيجي، يعني مثلا فينا نحط هلا جاني زبون كان انا بالمعرض، صراحه بشكر انا المدام رنا الطباع انه استضافتنا بالبازار تبعها، فاجاني زبون لعندها لعندي وقال لي بدي اكتب احب دمشق او عشق دمشق على الصينيه. قلت له ما عندي مشكله، وكمان هو كان مسافر لبرا، يعني بده ياخذها هديه لبرا. هذا دليل انه نحن اللي موجودين عندنا برا مفتقدين له بشكل فظيع، ونحن هون يعني عادي انه موجود قدامنا. هو دائما هيك، دائما الشغله وقت موجوده بنقول الواحد بس يمشي احيانا بسوق الحميديه او الاسواق القديمه ما كثير بيلفت نظره كثير شغلات، بيمرق هيك من قدامه مرور كثير، بس لما اللي بيجي من برا بيوقف بدقق على الاقل تفصيل انه تماما تماما اي شيء بيشوفه انه هيك. احنا بنحاول دائما صباحنا غير نعرض هيك ونضوي على هي التفاصيل الحلوه بشغلكم. نرمين بدي اسالك، يعني اليوم المنافسه كثير كبيره، في عندنا كثير اشخاص بيشتغلوا مجالات يدويه، البازارات والمعارض تعتبر مساحه كبيره لكم انكم تعرضوا شغلكم وقديش بتكونوا متميزين. خلينا نحكي عن اخر معرض شاركتوا فيه او بازار، قديش كان في هيك تنوع، في منافسه، في ناس بيشتغلوا شيء بيشبهكم، كيف حسيتوا الاجواء؟ الاجواء كانت كثير كثير حلوه، وصار في عندنا كثير اقبال ومدح بشغلنا وتميزنا بهذا الشغل، انه ما لقينا متواجد عند اي حدا كان مشتركين، وتميزنا بهذا الشيء وطاولتنا انه كان في كثير شغلات حلوه. اضافه نحن هلا عم نشتغل على شيء جديد، انه هذا مثل انا لابسته الشماخ العربي، هذا كمان عم نضيف عليه لمسات جديده وبطريقه كثير حلوه، يعني مشان الست لما تلبسها هيك ما حلو. يطلع انه تقليدي كثير، يعني مواكب الموضه بس الحلو المحافظه على التراث السوري ضمن المودرن، يعني كله عم نشوف تفاصيل تراثيه بنفس الوقت للحفاظ عليها وتصديرها للخارج. بدايه مشروعكم استاذ حسين كان في صعوبه، يعني في صعوبات واجهتكم بالبدايه لحتى فعلا الناس تعرف قطعتكم، تقدروا تسوقوا لكم، لحتى هيك تعملوا اسمكم الخاص؟ هلا مو مشان العالم تعرف انه في صعوبه، عن جد هو في صعوبه، يعني انه قله المواد وفي عندك الايدي العامله. هلا الحمد لله انا بوجه الشكر لصديقيني اللي هن كثير ساعدوني بالموضوع، كثير هن اللي خلوني اشتغل، وهن يعني في مراحل هن كملوا لي اياها تمام. يعني في ايدي خفيه كمان عم تشتغل معنا، اكيد مو لحالي ولا الان سنرمي، اكيد بتعطي افكارها من يعني نحن مستوحي، وهن بيساعدونا بالتنفيذ وكذا. هلا في صعوبه، في صعوبه بسبب قله المواد، بس اما بالايدي الحمد لله نحن في عنا عالم فنانه، ونحن والله فنانين، وبشكل عام والله شيء كثير كثير حلو وكثير رائع.
وفي بصمه بالمعرض نحن فضل من الله انه في بصمه كانت عندنا بالمعرض. يعني نحن كنا مميزين. الناس كيف كان يعني؟ كان كثير كثير كنا مميزين، في عالم كثير كان معنا بس نحن كنا مميزين. يعني في بصمه كانت، حطينا بصمتنا بالموضوع، والان سنيني حطيت بصمتها بالموضوع بافكارها وبكل شيء يعني. أكيد دائماً بنتمنى دائماً التوفيق للشباب بكل مشاريعه الصغيرة. خلينا نحكي شوي كمان عن الأسعار، جانب الأسعار بيهم كتير العالم اليوم. أكيد كل الناس تتوجه بهذا الوضع المعيشي اللي نحن عم نعيش فيه للأساسيات. للأسف حتى هي صارت كماليات بكتير من الأوقات، ما كل الناس صارت بيشغل بالها أنه تهتم بهيك شيء. ولكن بالعموم شو خليني أحكي كيف هيك واكبتوا هذا الشيء واللي هو صعب ويدوي وتكاليفه عالية بس طرحتوها بأسعار مقبولة يعني قدر المستطاع؟ هلأ يعني نحن تقريبا حطينا بس التكاليف والتكاليف صدقا كتير عالية، بس مو بإيدنا، بس يعني إقبال العالم إنه أوكي حلوة وكتير جميلة بس ما فيني فوت على بيتي بسبب هالغلاء. هلأ ليش عم بقولك إنه نحن إن شاء الله انطلاقنا لبرا يعني برا انه اخي مقبول، اسعار مقبوله، بس هلا انه هون عندنا بسوريا شوي بسبب غلاء الناس وكذا، خصوصا اذا في كمان يعني عم نحكي عن مواد كمان منا موجوده، في صعوبه في هذا عليها. لا نحن مثل عندك هذيك الشنطه هو تبع حرف انه هذا خشب جوز بلدي. هلا في خشب برا بس ما حسنا نجيبه، خلينا نشتغل على الجوز البلدي. خشب الجوز البلدي غالي يعني انت يعني حتى الاشجار هون شوي قلت، فغالي الموضوع. وحولنا بعدين على الزان يعني كمان وقتنا الزان بالموضوع. عشان هيك يعني انه ايه في صعوبه، في صعوبه، في غلاء، في غلاء. اقبالنا هون جدا جميل بس اسعار شوي غاليه. وفي عندك القماش، في عندك القماش هذا البروكار، هذا القماش في بروكار نوعين، طبيعي وقماش بروكار صناعي. هلا القماش بروكار طبيعي غالي، صعب كمان لحتى نفوته الا اذا كان طلب يعني. تمام، هلا هي بروكار طبيعي وهذيك الصناعي. في وحده طبيعي وحده صناعي. لكن هلا هاي البروكار اللي بايدك الصناعي، هيدا صناعي. ايه تمام. وهي البروكار الطبيعي، هي الطبيعي، هي الطبيعي. انا بتوقع لها علاقه بالملمس وحتى بالخيط الذهبي اللي بيكون موجود فيها. كل شيء طبيعي احلى انه هو يدوي وكذا وخياطه صعبه. ايه فمشان هيك يعني بسبب انه هذا الغلاء ما حسنا نبيع كثير، بس الحمد لله وصلنا الفكره والجمال القطعه والخط العربي تبعنا وتراثنا لكل العالم. طيب خلينا نحكي عن البازارات قديش مهمه، مع انه الموضوع مكلف اساسا ومتعب وفي مجهود كثير كبير مثل ما قلنا للحصول على المواد. البازارات والمشاركه فيها، سؤال لك يا نيرمين ولك حسين، قديش بتساعد نوعا ما لتسويق لمنتجاتكم؟ خصوصا فينا نقول السوشيال ميديا اخذت حيز كثير كبير، البازارات عم نشوفها بشكل كثير مكثف خصوصا اللي ما عنده محلات، يعني قد ايه بتساهم بتسويق لهيدا المنتج وانتشاره؟ هذا السؤال للسوشيال ميديا للانسان يعني هي اللي بتجاوب عنه. نحن بالشراكنا بالبازار حبينا نحن نسلط تخلي العالم تتعرف على منتجاتنا قبل ما ننطلق نحن على السوشيال ميديا، لانه نحن لسه انطلقنا بس ما نزلنا كل اعمالنا ولا نزلنا كل افكارنا. حبينا بالبدايه نسلط الضوء على اعمالنا عن طريق البازار والزوار اللي زارونا واعطيناهم فكره شو نحن عم ننتج وشو حنحضر كمان لقدام، انه يتابعونا ليشوفوا شو جديدنا عن طريق السوشيال ميديا وصفحتنا على الانستغرام. سالة صفحة على الانستغرام شو اسمها؟ فاشن فروم ناس. تمام، ويعني ان شاء الله بننطلق من السوشيال ميديا لكل العالم ان شاء الله. ان شاء الله بتصل هيك يعني فكرتنا واساسياتنا كلها لكل العالم. اكيد يعني حتى احساسنا حبينا نوصله لكل العالم. يعني هذا البازار اللي شاركنا فيه مثل ما بتقولي انه هذا البازار صعب انه يصير فيه تسليط بيع قد انه وصلنا نحن فيه الفكره بس. تماما، هو هذا الغايه كمان كثير مهمه، الانتشار. تمام. لانه مع الوقت طبعا، ولا تنسى انه حتى الناس بتفوت للبازار من اشكال وفئات متنوعه، في الشخص اللي رايح عرفان شو بده يجيب وعنده قدره ماليه انه يجيبه، في شخص اللي رايح يتفرج ياخذ فكره، وفي شخص رايح ممكن ياخذ شيء معين باسعار مخفضه من مواد غذائيه وغيرها. صحيح. بالنهايه بنتمنى لكم كل التوفيق، ودائما بنضل نحافظ على افكارنا وتراثنا ونطرحها بشكل جديد من خلال مشاريع شابه واعده. يعطيكم الف عافيه. ان شاء الله بنشكركم كلكم. شكرا كثير. شكرا لكم على استضافتكم. شكرا لنا. شكرا لك نيرمين وحسين، نشكركم على وجودكم معنا.